صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إمام يدخل لصلاة الجمعة قبل موعد الأذان الموجود في تقويم أم القرى بنحو 5 دقائق، فنبهته لذلك وقال لا بأس في ذلك، وهو قول ابن حجر رحمه الله، فهل فعله صحيح؟ ابن حجر قال ادخل قبل ب5 دقائق لصلاة الجمعة مثل الظهر، تدخل بزوال الشمس عند جمهور أهل العلم، والخطيب يدخل عند زوال الشمس، وعلامة الزوال واضحة، يرفع رأسه للشمس يشوف إذا هي فوق الرؤوس فما بعد دخل وقت الظهر، إذا زالت إلى جهة الغرب ولو قليلا دخل وقت الجمعة وقت الظهر. نعم.